حطها هدف. يزيد انتهت المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة اليد أبطال الدوري اللي شفناه اليوم. مباراة معانا نستضيف مدرب نادي السابقات الرياضي الكابتن سعيد الحجازي. كابتن سعيد، المباراة يعني كانت شد أعصاب وكانت مباراة قوية بين الطرفين، ولكن شفنا الفرق ارتفع مع القادسية. شو اللي صار في المباراة أو شو تقيم أنت المباراة من ناحية الفنيات أو من ناحية التحكيم؟ لكن كاين حاجة اللي ما تنجمش تخبيها، يعني لازم تكلموا عليها. بس مو احنا اللي نتكلموا، انتم عندكم شريط المباراه، جيبوا اخصائيين تاع كره اليد يعاودوا شريط المباراه، ولا احنا غالطين كي كنا نحتجوا رايحين نقول لكم بلي احنا غالطين. انا مباراه نص النهائي عاود شفتها، انا لو حكمت هذيك المباراه ضميري ما يسمحليش ننام مرتاح. ما على باليش انا ليش، لانه في امكانيه نديروا مباراه كبيره نمثلوا كره اليد الكويتيه احسن تمثيل. بس نظن الحكام ما خلوناش نلعبوا هذه المباراه ونقدموا جزين، خساره لانه كان الجمهور يحضر مباراه احسن من كذي بكثير. طرد فيصل صوان من بدايه المباراه اثر على الفريق، وهل طرده صحيح ام كان؟ انا ما نعرفش. انا اول شيء اللاعب تاع القادسيه تعاودوش تشوفوا مرتين يطق ايمن حماد، المفروض يدي احمر. فيصل صوان انا ما شفتش واش قال، تكلم معاه بدر بو عباس يقولوا ما طقوا، ولا تكلم ما عندوش حق يتكلم يطلع دقيقتين. بس لاعب القادسيه يطلع احمر عادي، ليش يطلع هو احمر ما نعرف. اقول مشكور اول شيء على المباراه اللي قدمتوها، ومشكورين الفريق كامل، وهارك على الخساره، وقلت لك على الميداليه الفضيه. لا بس انا نزيد حاجه، انتم صحفيين انتم مسؤولين على الاشياء هذو. صح، كان شريط مباراه، حلوا مباراه، تعرفوا ولا الحكام كانوا ناسين ولا لا. ان شاء الله كابتن سعيد الحجازي ومشكور. أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى زميل فريد دشتي في الميكروفون. سبب أنا رئيس نادي السابقات السيد علي شعبان أبو شعيب، حياك الله في تلفزيون القناة الثالثة تلفزيون الكويت. ودنا تقول لنا يعني اللي صار في المباراة أو الاحتجاجات اللي صارت من قبل فريق السابقات، يعني هل كان الفريق مظلوم بهالدرجة أو أنه يعني كان في شد أعصاب من اللاعبين وتضايقوا من قرارات الحكم؟ والله في البداية أبارش حق نادي القادسية، ويمكن اللي شاف ولاحظ واللي يفهم بالرياضة، يعني أنا أي بثين لاعبين أجانب أدفع عليهم 14000 دينار علشان يعطيني في أول ثلاث دقائق ينذر لي أحسن لاعب عندي ويطرد لي فيصل، وكل هجمة لنا يحط دخول خاطئ ولا دايس الخط على أساس إنه ما ينرفز اللاعبين. يعني إحنا خلينا نقول شو يقولون الكويتي، يقول لي شاخي خلي شاخي يا اخي خلي شاخي، بس عاد شاخي على طول المباراه يقلب المباراه. يعني انا اجيب جول يرد يلغي الجول وخلي تصير هجمه علي، اي لاعب ما ينرفز، اي لاعب كل لاعب ينرفز. يعني احنا قاعدين الفريق، احنا ايش اللي قاعد نلعب مع فريق كويتي، وانا قاعد اقول مبروك القادسيه، بس انا كنت ابي الفريق اللي يفوز ياخذ البطوله بذراعه، لا ياخذ البطوله يجيب لي حكام. مع الاسف انا ماني قايل ان الحكام هم من وين، لكن مع الاسف الشديد هذا الناس دول الخليج تلومنا، ليش الصين وكوريا واليابان قاعدين يلومونا على الحركات هذه اللي قاعده تصير.
احنا بنطور الرياضه، نطور رياضتنا على المستوى هذه اللي توصل فيها الامور مع الاسف الشديد. ابو شعيب مشكور وما قصرت، وان شاء الله نقول لكم مبروكين على المركز الثاني وعلى المستوى اللي قدمتوه. اعزائي المشاهدين ننقل الميكروفون الى الزميل فريد دشتي. المعلقين والمحللين مشاهدينا الكرام، قول مبروك لحمد الرشيدي من نادي القادسية بحصوله على جائزة أفضل لاعب المباراة من قبل مدير عام العلاقات العامة في شركة الوطنية للاتصالات عبد العزيز بالول. حمد الرشيدي مبروك، وشعورك؟ الله يبارك فيك، شعوري ما يوصف. الحمد لله قدرنا نحافظ على اللقب المرة الثانية على التوالي، واشكر الجمهور اللي ساندنا، واشكر إدارتنا، واشكر الكابتن يوسف فضلي يدى ويانا طول الموسم طول البطوله، والله يعطي العافيه وان شاء الله ماجور، ان شاء الله يعطيكم الف عافيه. طبعا ايضا مشكور، احنا نقول نشد على يدك ونقول الله يعطيك العافيه، ونبي الشباب، نبي الشباب الكويتي ايضا مثل حمد الرشيدي يجتهد وان شاء الله من الاعلى. ونشكر ايضا الشركه الوطنيه للاتصالات متمثله بمديرها السيد عبد العزيز بالول. عبد العزيز بالول، تحب تقول كلمه في اخر اللقاء؟ طبعا انا هني نادي القادسيه على الفوز في هذه البطوله، والبطوله الاسيويه مو غريبه على نادي القادسيه، نادي القادسيه البطل ويظل بطل، واشكر كل من ساهم في شكرا المحن. شكرا عبد العزيز. والان ننتقل الى الزميل سالم انس. واحد من الناس واحد 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 واح